لسه مكملين كلامنا عن أصداء حفل الفنانة ماجدة الرومي امبارح، والحقيقة ما في شك إن كل متابعين وعشاء صوت ماجدة الرومي كانوا مستنيين بكل شغف الحفلة بالأمس. الفنانين كمان كانوا من أول الحضور لحفلة الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي علشان يستمتعوا بالطرب الأصيل. الفنانة إلهام شاهين حرصت على حضور حفل الفنانة ماجدة الرومي ضمن حفلات مهرجان العالمين الجديدة في دورته الثانية، وهي معانا على التليفون دلوقتي. مساء الخير. مساء الخير حبيبتي، اهلا بيكي وبكل المشاهدين. والحقيقه انا استمتعت جدا 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 بالحفله، يعني انا منبهره الحقيقه، يعني كل سنه اجمل من السنه الثانيه. الفنانه الهام شاهين، قبل ما نتكلم عن تفاصيل الحفله كلميني عن مهرجان العالمين، شايفاه ازاي؟ اكيد تابعتي الدوره اللي فاتت وشايفه الدوره دي، شايفه الاختلاف عامل ازاي؟ حضرت حفلات الدوره اللي فاتت والسنه دي حضرت اهو حفلة ماجدة الرومي، شايفة تغيير كبير، يعني المسرح نفسه الستيج أجمل، الديكورات واستخدام الجرافيك رائع رائع، الحضور قوي جدا، يعني الجمهور حابب ومستمتع قوي. وبعدين في أصداء جيدة جدا، أنه 60% من دخل هذه الحفلات هيروح لإخواتنا في فلسطين. فده كمان محمس الناس جدا انهم يشاركوا، يعني يتواجدوا، فشيء جميل الحقيقه. وكل اللي تقدم يعني لغايه دلوقتي فن راقي، يعني قبل حفله ماجده الرومي كان في حفله ناجحه جدا برضو الفنان كاظم الساهر، ومصر طول عمرها يعني فاتحه دراعاتها لكل الفنانين من كل الوطن العربي. مصر هي البلد الام اللي بتحتضن الجميع، واللي فعلا هم بيسعدوا بالجمهور المصري اللي بيبقى عنده حماس شديد للاستمتاع بالفن الجميل. ده حقيقي، مصر بتستقبل دايما كل الفنانين والمطربين العرب اللي بيحرصوا ان هم يكونوا موجودين، يعني زي ما شفنا في مهرجان العالمين السنه دي. لكن حفله امبارح كلمينا عن اكتر الحاجات اللي استمتعتي بيها فيها. لا كل يعني الستيج كان مبهر، يعني استخدام الجرافيك والشاشات اللي بتعبر عن كل أغنية كان رائع. يعني أغنية فيها كلام عن الحب، يبقى على الشاشة فيه قلب أحمر كبير شكله يجنن، مثلا أغنية كلمات اللي أنا بحبها قوي، فيبقى فيه كلمات فعلا على الشاشة، حروف وكلمات. يعني امبارح الحقيقة الإخراج كان رائع رائع، والستيج بجد شياكة، وماجدة الرومي كانت متألقة، حسيتها فرحانة ومتحمسة وبتغني من قلبها وحابة قوي، هي بتحب مصر قوي، فلما بتيجي مصر بتبقى متحمسة جدا وبتغني من كل قلبها، بتغني بفرحة يعني بإحساس عالي، وكلمتها الحقيقة عن مصر كلمة رائعة الحقيقة. هي عملت لفتة جميلة كمان لما يعني شالت علم مصر كانت ملفوفة فيه طبعاً. وغنت شالت علم مصر وانحنت لي وقبلته وبكل إجلال واحترام، فيعني احنا بجد يعني بنشكرها وبنحترمها جدا. وبعدين ماجدة بالنسبة لي مصرية، لأن ماجدة مامتها مصرية، يعني هي المفروض انها تحمل الجنسية المصرية، هي والدتها مصرية كانت من شبرا واتجوزت ابوها في بورسعيد، ابوها لبناني لكن امها مصريه. فماجده انا دايما اقول لها انت مصريه، لان احنا بنحن للام يعني اكتر، او بننتمي اكتر للام، فانا بعتبرها مصريه، وهي حبها لمصر مش حب عادي، فعلا حب واحده يعني واقفه على ارضها وبين شعبها بكل حماس وبكل مشاعر جميله الحقيقه. الفنانه الهام شاهين، شايفه ازاي اهميه ان مهرجان العالمين ما يكونش مقتصر على انشطه محليه بس، او ان الفنانين او العروض اللي موجوده تكون لفنانين من مصر بس، لكن فكره ان يكون في ناس من العالم العربي جايه تغني في مصر وضيوف كمان بيتعمل معاهم حلقات برامجيه ومداخلات، شايفه ايه اهميه ده للمهرجان؟ شايفه مهم جدا، لان مصر طول عمرها هي البلد الام للفن العربي كله، وكل الفنانين العرب بيكونوا حريصين انه دايما يبقى نجاحهم الاساسي والاكبر في مصر، فلازم يتواجدوا. واحنا ما عندناش تفرقه في الناحيه دي، المصريين طول عمرنا متعودين، يعني ان يعني ورده الجزائريه انا بعتبرها مصريه، فايزه احمد انا بعتبرها مصريه، فريد الاطرش صباح بعتبرهم مصريين،
وديع الصافي، كل دول جم وغنوا في ماتش من كل أنحاء الوطن العربي، ومش في الغناء بس، احنا كمان في التمثيل كتير فنانين من سوريا، من المغرب، من الجزائر، من تونس، من لبنان، من الخليج، من الكويت، كله جه على مصر واشتغل في مصر وحب مصر، فاحنا كمان بنحبهم. وانا دايما اقول الفن مصر هو الفن العربي كله، مش فقط للفن المصري. الفنانة إلهام شاهين، يمكن بعد انتهاء الحفلة احنا عرفنا ان كان ليكي لقاء شخصي بالفنانة ماجدة الرومي، يعني كانت ايه طبيعة اللقاء؟ ايه ابرز الحاجات اللي اتكلمتوا فيها من خلال لقائك بيها بالامس؟ يعني انا قعدت اقول لها انت لازم تاخدي الجنسية المصرية ولازم تاخدي الباسبور المصري، يعني قلت المرة الجاية يبقى عندها وقت اكتر ونجيب الاوراق الخاصه بوالدتها، لان انا هبقى سعيده جدا ان يعني ده حقها ان والدتها مصريه انها تاخد الجنسيه، فيمكن الموضوع ده كان مسيطر. وبعدين انا كمان حابه جدا ان هي ترجع للتمثيل، ماجده زمان مثلت في مصر بس، ده حقيقي، مثلت عوده الابن الضال مع الاستاذ يوسف شاهين، وكانت جميله وبنوته صغننه كانت عمرها 17 سنه، وكانت يعني شخصيه لذيذه جدا في التمثيل، وهي عندها هذه الكاريزما وبتحب ده. فقعدنا نتكلم في افكار ايه اللي ممكن نقدمه مع بعض وماجده تعود للتمثيل. يعني انا اتمنى ان هي ترجع وتتوجد في مجال التمثيل وتبقى موجوده معانا في مصر اكتر. يعني ممكن ننتظر مفاجاه قريبه ان يكون في تعاون بين حضرتك أتمنى. وبين الفنانه يعني ماجده الرومي. يعني هو اللي كان مسيطر على حوارنا النهارده ان شاء الله. ان شاء الله. الفنانه الهام شاهين، متابعتك بقى الباقي فعاليات المهرجان، يعني في الحقيقه كمان انشطه مسرحيه ومسرحيات هيبدا عرضها خلال الاسابيع اللي جايه، يعني حضرتك ناويه تشوفي ايه من الانشطه او الفعاليات دي؟ يعني أنا كل ما هتتاح لي الفرصة أكيد هحب أتابع سواء مسرحيات أو حفلات غنائية، لأنه فن جميل وأنا بستمتع بكل أنواع الفنون. يعني أنا مثلا كنت أحب أحضر كاظم الساهر، بس أنا عرفت بعد الحفلة الحقيقة، ما عرفت معاد قبل، لكن هو كمان فنان جميل جدا. يعني في فنانين كتير أنا بحبهم أحب أتابعهم، وأكيد عروض مسرحية برضو أحب أتابعها. فيعني اتمنى النجاح الكبير لمهرجان العالمين، والعالمين بقت بلد جميله جدا رائعه، جو ساحر وفيو جميل واجمل مكان على البحر. فيعني اللي هيجي هيستمتع سياحيا وهيستمتع فنيا الاثنين، يعني يشوف فن جميل ويستمتع ويقضي وقت جميل على البحر في اجمل فيوهات اتصور مش موجوده في اي مكان في العالم. وانا لفيت العالم، مفيش اجمل من شواطئ مصر في الساحل الشمالي بجد. احنا فعلا ناقلين صور كتير ومشاهد من العالمين الجديده بتوضح قد ايه هي بقت مكان مميز وقبله يتوجه ليها الناس جداً. مش من مصر بس، لكن كمان من بره. والسياحه مستواها عالي جدا. أكيد. جدا. انا شفت امبارح في الحفله ناس من كل الجنسيات، يعني كل الجنسيات العربيه كانت موجوده. احنا اكيد يعني دايما عايزين نشوف الاقبال ده في سوريا ومن العراق ومن الامارات ومن السعوديه، في فعلا جمهور من كل انحاء الوطن العربي، وكانوا سعداء جدا. يعني كله بيشيد بمهرجان العالمين، وكله يعني كان بيشيد طبعا بحفله امبارح اللي حضروها. أكيد. بحفله ماجده الرومي، وقالوا احنا هنكمل بقى ونتابع المهرجان ونشوف الحفلات اللي جايه والعروض المسرحيه وكده. فانا سعيده جدا ان ده يبقى موجود في مصر، لان مصر احنا سعداء بوجودك معانا على التليفون، وبنشكرك شكرا جزيلا الفنانه الهام شاهين. مشكورك شكرا جزيلا.